بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في سلسلة محاضرات الموفيات بعهد الله، والحديث اليوم عن ماريا القبطية زوج رسول الله صلوات الله عليه وآله. الحديث عن زوجات رسول الله صلوات الله عليه وآله يعطينا الدور التي تقوم به الزوجة المخلصة لخاتم النبوة صلوات الله عليه وآله. ماريا القبطية قصتها أو ما سلط عليه أرباب السير ولو القليل القليل، ولكننا نقتطف شيئا من التأريخ لنقول عنها بأن الرسول صلوات الله عليه وآله سير حاطب ابن بلتعة إلى المقوقس ملك مصر، وكتب له كتابا دعاه فيه إلى الإسلام، فسأل المقوقس، سأل حاطب بن بلتعة: ما هو رسول الله عندكم؟ فشرح له الأخلاق الرائعة والمروءة والوفاء والدرجة الإلهية التي يتمتع بها خاتم النبوة، فآمن المقوقس أو رحب المقوقس بذلك، ودفع لحاطب بن بلتعة أموالا وهدايا مع جاريتين هي ماريا القبطية وسيرين. عندما وصل حاطب بن بلتعة ومعه الجاريتين، تزوج النبي صلوات الله عليه وآله ماريا القبطية، فولدت له ابنه إبراهيم سلام الله عليه، ولكنه توفاه الله بعد حين، فحزنت هذه المرأة لفقد ولدها الوحيد. عاشت ماريا القبطية في كنف بيت الرسالة وتحت الرعاية الكريمة للنبي الأعظم صلوات الله عليه وآله. ونحن إذ نتحدث اليوم عن هذه المرأة ماريا القبطية، لا بد لنا من النظرة أن نتحدث عن الحسد والغيرة التي تصيب الزوجات حينما يرين زوجهن وقد مال إلى امرأة غيرهن، فيبدين بالكيد لذلك، وهذا الكيد نابع عن طبيعة غير مخلصة ووفية، أو لم تكتمل درجات إيمان هذه المرأة التي تبدأ بالمضاد ضد رسول الله صلوات الله عليه وآله. وفعلا هذا ما حدث لماريا القبطية، إذ أن إحدى زوجاته المعروفات
وعندما أرادت الطلب منه أن تسير لترى أبيها ورجعت فوجدت ماريا القبطية في داخل حجرتها، فغضبت وهددت وأرعدت وأزبدت. وهذا الرد الغير مهذب يعطينا الدلالة الغير سليمة لكيان هذين النسوتين، إن امرأتين تظاهرا على رسول الله صلوات الله عليه وآله، وكان منطوق القرآن الكريم يعطينا هذه الدرجة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم 1-6. هذه الآية تعطي الصورة التي كانت تتمتع بها ماريا القبطية، وبالمقابل ما بدت من زوجات الرسول بعض الحسد والغيرة، ووصلت إلى درجة المضاد أو القول العلن. فلذا أن الله سبحانه وتعالى هدد هذه الزوجات بأجمعهن، قال إن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ونحن نعرف جبريل وصالح المؤمنين وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في التفاسير بأجمعها، والملائكة بعد ظهير. إذن الأمر الذي كان وصار يعطيك الدلالة على أن هذه الزوجات المضادات لله ولرسوله قد علمنا بأمرهن، وهذا ما قالته إحداهن للرسول: من نبأك؟ فقال نبأني الخبير العليم. تعطي هذه الصورة الحياة الزوجية الحقيقية إضافة إلى أن تعطي الدلالة الواضحة على الإخلاص من قبل
الزوجات أو الإعراض من قبل الزوجات الأخر. ماريا القبطية عاشت في كنف الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، وهي تتمتع بأحسن حال رغم أن الأحوال تغيرت، وخاطبه الله بعد ذلك بأن يكون مع ماريا على صورة صحيحة ويرجعها، لأن تركها بعد حين لأمور لا نريد أن نعرج عليها ولا نريد أن ننكئ الجراح. أنا لا أقول إلا أن المرأة التي هي في حماية الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله يجب أن تتمتع بالحسنى والأخلاق الفاضلة والمروءة والوفاء، لأن القرآن خاطب الناس بأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين، فإذا خرج منهن أي شيء مضاد تكون قد خرجت عن أنها أم المؤمنين. يعني إذا أرادت امرأة من نساء رسول الله أن تقود حملة أو تعاند أو تقود حربا على إمامها وعلى الدين الإسلامي، فهذه تصبح ليس زوجة للرسول الأعظم، بل هي محاربة لله ولرسوله وللإمام الحق، وكما حدثنا التاريخ، ولا نريد أن نعرج على تلك الأحداث، بقدر ما نقول أن ماريا القبطية وهي المرأة المخلصة للرسول والمعطية الجهد الخاص للدفاع عن الإمامة والدفاع عن النبوة أولا، جعلتها تتمتع باحترام مطلق من رسول الله صلوات الله عليه وآله، لأنها لم تثر أي ضجة ولم تكن معاندة ولم تكن مضادة للرسالة والمروءة والوفاء لرسول الله. هذا الجانب الأسري الذي يجب أن تتمتع به زوجات الرسول صلوات الله عليه وآله دون مؤاربة، وأن التاريخ الذي سطر حياة هذه الزيجات أعطاك الفرق بين زوجة وزوجة. نحن إذا رأينا أم سلمة رضوان الله عليها كانت تتمتع بقمة الإخلاص الزوجي للرسول وللإمامة، بحيث كانت المدافعة الحقة والراوية للحديث الذي نطق به رسول الله صلوات الله عليه وآله في وجوب احترام الناس إلى ما ترك الرسول صلوات الله عليه وآله، وما ودع وما أودع، وخاصة في حديث غدير خم الذي نصب به الإمام علي سلام الله عليه. فكانت أم سلمة رضوان الله عليها راوية للحديث وتعطي الدور الحقيقي للبيان الرسالي الحق. عاشت
ماريا القبطية في هذا الجو الأسري الرائع، وقد أدت الأمانة لخدمة الرسول صلوات الله عليه وآله بحيث لم تزعجه ولم تخالف أمره، وإنما بقت هي المخلصة للرسول لله ولرسوله ولما يأمر ويجب أن تطيعه في كل الأحوال. لم يحدثنا التاريخ عن يوم وفاتها أو ما كانت عليه سوى أسطر قليلة، لأن هذه المرأة لم يسلط عليها الضوء الكامل ولم يكتب في سيرتها إلا القليل، ولكننا إذا رأينا أن رضا رسول الله عنها هو رضا الله، وهذا وحده يكفي على أن ماريا القبطية عاشت وتوفاها الله وهي مرضية عند رسول الله مخلصة له وللإمامة ومطيعة للأمر الرسالي النابع المنبثق عن الله سبحانه وتعالى. رحم الله هذه المرأة المخلصة للنبي وللإمام علي سلام الله عليه وللبيت الرسالي بصورة عامة، لأنها أثبتت الحق. إلى هنا أستودعكم الله على أن أعود لكم في الحديث عن شخصية من الموفيات بعهد الله أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.